لكن خلينا نستعرض موقف الفريقين قبل مباراة النهارده. لعبوا 13 مباراة، 13 مباراة في آخر مرحلة في دوري كرة الطايرة. النادي الأهلي بيفوز بجميع مبارياته، 13 مباراة مفيش هزيمة واحدة الحمد لله يا رب. ليه 39 شوط عليه 3 ومعاه 38 بونت. الزمالك لعب 13 مباراة زي ما احنا قدامنا اهو، لعب 13 مباراة الأهلي والزمالك، واستعراض على الموقف في ترتيب الأهلي والزمالك. الأهلي الزمالك لعب 13 مباراة فاز في 10 وخسر 3 مباريات، وليه 31 شوط وعليه 12 شوط 30 بونت. 30 بونت نادي الزمالك، فارق 8 نقاط قبل مباراة النهاردة بين الأهلي والزمالك. دوري محسوم، دوري بنبارك فيه لفريق الطايرة رجال بالنادي الأهلي.